بداية جديدة لازم تبقى ليها علاقة بعلاقتك مع ربنا. أهم حاجة دي إن أنت تكون مع ربنا في كل حاجة، عشان هو الوحيد اللي يطلعك من كل الأزمات وكل المحن. طبعا في ناس ما تعرفنيش، في ناس عارفاني. احنا عندنا محلات يو اس اي ستور الاحذيه الاوريجينال، وتقدر تقول يعني دلوقتي حالا احنا بنبدا او انا ببدا. احنا المحل الحمد لله شغال وقايم 100%، عندنا 4 محلات والدنيا ماشيه زي الفل. انا مش هتكلم عن المحلات، انا هتكلم عن نفسي شويه. يعني اللي حابب يسمع حاجه ممكن تبقى حلوه بالنسبه له في وقت من الاوقات، لو هو عنده ازمه في شغله او حاجه زي كده. احنا مرينا على مدار الـ5 سنين تقريبا، مرينا بمشاكل كتيره جدا ليها علاقه في ظروف محيطه كده عندنا في مصر صعبه شويه، مش اي حد في اي مجال يقدر يستحملها خالص. ان انت تبدا من البدايه يعني صعبه جدا بعد 5 6 سنين. تبدا ازاي من الاول؟ ممكن يبقى قدامك تحديات كبيره، ممكن يبقى قدامك مشاكل في الشغل. احنا ما قابلناش غير تحديات ما شاء الله. يعني مصر الحياه صعبه جدا في التجاره، يعني في ناس بتشتغل حاجات بتعرف تشتغل فيها كويس، بس احنا شغلنا في مصر يمكن شويه في بعض المضايقات تقدر تقول. يعني الحمد لله على كل شيء، احنا شغالين وهنفضل شغالين، وانا مش بعمل كده عشان اهاجم حاجه لا خالص نهائي. احنا بنقول بس نصيحه للناس اللي هي بتبقى شغاله في اي مجال وبتخسر شغلها او بتخسر فلوسها او بتتداين في بعض الاوقات، مش نهايه الطريق خالص نهائي. ما بحبش اعمل فيديوهات من النوع ده خالص في الشغل عندي وكده، بس احنا يعني تقدر تقول هنرجع جامد قوي. يعني احنا لسه المحلات كتيره الحمد لله، معانا ناس محترمين دلوقتي جدا 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 جدا. يعني الشراكات لازم تبقى مدروسه. نصيحه يعني مني ليك انت كواحد هتخش مع حد او هتشتغل مع حد، الشراكه مهمه جدا. لو انت بتختار حد صح، يعني اختار الشريك الصح، وده انت مش بتعرفه للاسف الا لما بتشتغل. يعني اللي يقول لك ادرس الشخصيه، اعرف الشخصيه، كل ده على ارض الواقع مش بيحصل. يعني ممكن تدرس شخصيه حد في الاخر يطلع مش احسن حاجه ليك. يعني عارفين لما تكونوا شغالين جامد جدا 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 وبكل قوه، ويحصل معاك دروب جامد قوي يخليك ترجع من اول خطوه انت بدات فيها. بس الخطوه يمكن ربنا عمل كده عشان يعلمك حاجات كتير. يعني ربنا بيعمل كده عشان يعلم الواحد حاجات مهمه في حياته، فاهم؟ مش شرط دلوقتي ان انت خسران تبص ان انت خسران بس، لا انت مش خسران، هو ربنا بيحبك قوي عاوزك تبقى في حته احلى، فبيقرصك هنا شويه عشان تتعلم، ولما تكبر جامد قوي. مش شرط تكبر عادي، المهم ان انت تكون في البيزنس بتاعك او في حياتك او في شغلك دايما مع ربنا، حتى لو خسرت حاجه. يعني حتى لو خسرت فلوس، حتى لو خسرت منصب، حتى لو خسرت اي حاجه، خلي علاقتك مع ربنا هي الاهم مش الاشخاص. بعض الناس او بعض التجار ممكن يكون عندهم مشكله نفسيه، يتكلموا عن الناس بطريقه غلط. انا ما رجحش ابدا ان التاجر يتكلم على تاجر او عشان يكسب حاجه بونت او حاجه فيقول ده اسلام، خد بالك ده حصلت معاهم مشكله حصلت. انت مش هتكسب حاجه خالص غير ان انت تبقى مركز مع نفسك. في حاجات كتير قوي في المواضيع وفي الرحله مش حابب اتكلم عليها، مش حابب ادخل الناس في تفاصيل شغل وحياه، بس تقدر تقول انت طول ما انت مع ربنا وشغال صح، ربنا هيكرمك غصب عن عين اي حد في الدنيا. يعني دي نبذه سريعه كده عن اللقطه اللي انت فيها او الحياه اللي انت فيها. ممكن انزل الفيديو ده ممكن ما انزلوش، انا بتكلم يعني بارتجال، مفيش حاجه معينه انا حددتها، بس تابعونا. احنا دلوقتي اصلا مش دلوقتي في المطار، تابعونا. الفيديوهات اللي جايه مهمه جدا مشوقه جدا، جايز مش هتشوفني بالحزن ده، هتشوفني بتفاؤل اكبر بموضوع اكبر، لان في حاجات هتحصل كبيره جدا جدا جدا، وانا ما بستسلمش. يعني انا ما بستسلمش. رسالة لأي حد بيحقد، إذا كان تاجر أو كان شريك أو 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 أو، ربنا وحده هو اللي هيخليك تشوف نفسك في الحتة اللي أنت مفروض تشوف نفسك فيها. أنا ربنا اختار لي المكان اللي أنتوا هتشوفوه في اللي جاي إن شاء الله. فأنا أتمنى يعني إن دعمكم واتفرجوا على الفيديوهات اللي هتيجي دي، لأن فيها حاجات مختلفة خالص عن الأحذية، مختلفة تماما يعني، هتبقى فرقة جامد أو 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 أو. هعمل شغل جامد، هنشتغل في حاجات مختلفة، استنونا. ودعواتكم بالتوفيق عشان انا اتاخر تقريبا فاضل نص ساعه وطير. اللي جاي كله هيكون كلام في البيزنس بعيد عن الشغل. لو انت حابب تتابع هتلاقي القناه برضو عليها جزء كده نصائح وحاجات كده، وهنتكلم بالتفاصيل. يعني يمكن حد ممكن يستفاد من الكلام اللي احنا بنقوله ده في شغله او في حياته في اي حاجه عامه. دي رحله احنا بنعيشها وهتكون رحلتي ان شاء الله خير. السلام عليكم.